طيب ها أنا سوف أمحي هذه. طيب سؤال الأول، هنا موجود السؤال: ما نوع الكلمات الملونة بالأزرق؟ ولكن لم نتمكن من أن نرى الكلمات الملونة بالأزرق، ولكن علينا أن نرى إذا كانت هذه الكلمات مفردة أم مثنى أم جمع. حسناً، إيه بس مس أنت لازم يكون عندك الكتاب ملون. لا أنا لا، ليس عندي كتاب ملون، أنا أسود وأبيض. أسود وأبيض رمادي. طيب سأبدأ مع فايز. نعم. آلة، هل هي مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. مفرد، أحسنت. سكين. مس في أنا. يلا من بعد فايز. فايز. سكين مفرد مثنى أم جمع؟ مفرد. مفرد. قطعة زجاج. مفرد. مفرد، أحسنت. يلا أحمد. يلا. الجرح يا أحمد. جرح. شو اسمه؟ مفرد. مفرد. الماء. بالماء. مفرد. الماء المغلي مفرد، أحسنت. عيسى. نعم. النظيف مفرد مثنى أم جمع؟ مفرد. مفرد. قطعة قماش. مفرد. مفرد. ملقط معقم. مفرد. مفرد، أحسن. لين خراط. لين. المصاب مفرد مثنى أم جمع؟ نعم. كلمة المصاب هل هي مفرد أم مثنى أم جمع؟ شوف المصاب، كلمة المصاب مفرد مثنى أم جمع؟ مفرد. مفرد، أحسنتي. الطبيب. بس سمعتنا؟ أنا نعم أسمعك. الطبيب مفرد مثنى أم جمع؟ مفرد. مفرد، أحسنتي. شكرا لك. آية الزعرف. آية. آية الكزاز مفرد مثنى أم جمع؟ مفرد يعني يدل على واحد، مثنى يعني يدل على اثنان، وجمع يدل على أكثر من اثنان. مفرد. مفرد، أحسنتي. الورم مفرد. مفرد. مفرد، أحسنتي يا آية. جمال. نعم. كيس ثلج مفرد أم مثنى أم جمع؟ مثنى. مثنى. كيس ثلج مفرد. جمال مفرد يعني يدل على واحد، مثنى يدل على اثنان، والجمع يدل على أكثر من اثنان. كيس ثلج مفرد مثنى أم جمع؟ جمع. أنا لدي كيس واحد من الثلج. يعني يكون يعني يكون مفرد وليس جمع ولا مثنى. طيب الجرح.
الجرح مفرد مثنى أو مثنى أم جمع؟ مثنى. أنا لا أقول جرحان، هذا جرح واحد، إذن يكون مفرد. مفرد، أحسن. طيب الآن ليانا، ليانا نعم، ما الحركة الظاهرة في آخر هذه الأسماء؟ يعني آلة، حادة، ما الحركة الظاهرة على آخر هذه الكلمات في آخر هذه الأسماء؟ آلة، هناك كسرتان. كسرتان يعني كسرة، الحركة الظاهرة هي الكسرة. طيب سكين، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ كسرتان. نعم. طيب قطعة، زجاج، قطعة، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ كسرة. كسرة، أحسنت. عادل، نعم يا مس، موضع الجرح، موضع، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ موضع. هلا هو موضع، لا يوجد حركة ظاهرة على آخره، ولكن برأيك ماذا يجب أن تكون الحركة الظاهرة في آخره؟ فتحة. لماذا فتحة؟ نحن قبل موضع علي، يوجد على، على يعني حرف جر، إذا موضع تكون الحركة الظاهرة هي الكسرة. الكسرة مس. نعم. طيب بالماء المغلي، الماء، الكسر، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ الكسرة. الكسرة، أحسنت يا عادل، شكرا لك. أمجد، نعم، لإيقاف النزيف، النزيف، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ كسرة. الكسرة. استخدامي قطعة قماش، كسرة. كسرة، أحسن. ملقط معقم، بملقط، ملقط، كسرتان، حركة الظاهرة كالكسرة. نعم، أحسن. من لم أسمع بعد صوته؟ راني، راني الطبيب، ما الحركة الظاهرة في آخر هذا الاسم؟ كسرة. كسرة. طب حقنه، كسرتان. الكسرة، أحسن. تخفيف الورم، تخفيف، كسرة. الكسرة، أحسن. كريم، أجل، ما الحركة الظاهرة في آخر كلمة الجرح؟ من ماذا؟ ما الحركة الظاهرة في آخر كلمة الجرح؟ الجرح؟ نعم. ما الحركة الظاهرة؟ على الجرح. ما الحركة الظاهرة؟ الحركة الدم. نعم، ضم الجرح في آخر الكسرة. 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 الكسرة، نعم، أحسن. طيب فايز، افتح الكاميرا فايز. فايز، الكسرة هي علامة نصب أم جر؟ هذا السؤال دخل معنا في الشريط المصور الذي كنا قد شاهدناه في بداية الحصة.
ما على علامة الكسرة؟ علامة نصب أم جر؟ نصب. نصب؟ هل توافقون رأي فايز؟ سلا؟ مثل جر. جر، أحسنت. إذن الكسرة هي علامة جر. ما هو الدرس؟ ما الدرس اسمه اسم مجرور، يعني تكون علامته الجرة. حسنا. طيب لين خراط، لين الأسماء التي كنا قد ذكرناها، هل نعم. هذه الأسماء مجرورة؟ نعم. نعم. طيب ما الأحرف التي جرتها؟ وما علامة الجر؟ عليك أن تذكري الأحرف التي جرتها ونذكر علامة الجر. مثلاً آلة حادة، آلة، ما الحرف التي جرته؟ ما هو هذا الحرف؟ كسرة. الحرف، الحرف. تاء. ما هو الحرف الذي جر اسم آلة؟ من. من، نعم أحسنتي. طيب وما علامة الجر لآلة؟ كسرة. الكسرة، أحسنتي. طيب سكين، من سكين، ما هو الحرف الذي جر سكين؟ من سكين، ما هو الحرف الذي جرته؟ من. من، أحسنتي. وما هي علامة جره؟ كسرة. الكسرة، أحسنتي. طيب قطعة زجاج، قطعة، ما هو الحرف الذي جرته؟ الذي جرت كاف. كاف، حرف الكاف، أحسنتي. وما علامة جره؟ كسرة. الكسرة، أحسنتي. راني. لا. نعم. نعم. مين؟ أريد الذهاب على المرحاض. نعم اذهب. مش نعم. يلا يا راني. يتم الضغط على موضع الجرح. موضع، ما هو الحرف الذي جر اسم موضع؟ موضع. نعم. على موضع. نعم. أعد يا راني، لم أسمع جيدا. على. على، على، أحسن. طيب ما علامة جره؟ هي ليست، نعم هي ليست موجودة هنا، ولكن برأيك ماذا يجب أن تكون علامة جره؟ كنا قد ذكرناها سابقا. شمس. مع علامة جر كلمة موضع. موضع؟ نعم. مع علامة جره؟ كسرة. الكسرة، أحسن. يلا راني. بالماء المغلي، الماء، ما هو الحرف الذي جر كلمة الماء؟ كسرة. الحرف، ما هو الحرف الذي جر كلمة الماء؟ حرف الباء، بالماء، لأن أنا أقول بالماء. طيب وما علامة جره؟ علامة جرها الكسرة. الكسرة، أحسن. ضلع. ضلع، لإيقاف النزيف، إيقاف. إيقاف. ما هو الحرف الذي جر كلمة إيقاف؟ الأ. لام. لام. نعم.
طيب ما علامة جره؟ الكسرة. طيب باستخدام قطعة قماش استخدام، ما هو الحرف الذي جر كلمة استخدام؟ الباء. الباء أحسنتي. وما علامة جره؟ الباء مس. نعم صح. وما علامة جره؟ الكسرة. الكسرة أحسنتي. طيب بملقط معقم، ملقطي، ما هو الحرف الذي جر كلمة ملقطي؟ ملقطي. نعم. مس وين بملقطي؟ هي هنا بملقط معقم. باء. باء. وما علامة جره؟ باء. الكسرة. الكسرة أحسن. كسرة. نعم. أحمد. أجل. مس كسرتان. نعم، أول كسرة. نعم، نقول علامة جره الكسرة والثانية للتنوين، نقول هكذا. أحمد ينقل المصاب إلى الطبيب لحقنه ضد الكزاز. الطبيب، ما هو الحرف الذي جر كلمة الطبيب؟ كسرة. الحرف، ما هو الحرف؟ باء. إلى الطبيب، ما هو الحرف الذي جر كلمة الطبيب؟ ال. أنا طبيب. طبيب. ما هو الحرف الذي جر كلمة الطبيب؟ ينقل المصاب إلى الطبيب، ما هو الحرف الذي جر كلمة الطبيب؟ إلى. إلى. إلى الطبيب. إلى، ما هو حرف جر ويأتي بعده اسم مجرور، يعني إلى جر، جر كلمة الطبيب. أوكي، هلا فهمت. طيب ما علامة جره إذن يا أحمد؟ إلى، إلى الطبيب. الطبيب، ما علامة جره؟ إلى. العلامة؟ نعم، ننظر إلى الحركة كسرة. الظاهرة على آخر هذا الحرف. كسرة. الكسرة أحسن. طيب لحقنه ضد الكزاز، حقنه، ما هو الحرف الذي جر كلمة حقنه؟ طبيب لحقنه، لحقنه اللي بتجر حرف جر كلمة حقنه، ما هو؟ بتجر من ورا ولا من قدام يا مس؟ أكيد قبل حقنه. قبل؟ ضد؟ مس ضد؟ لا. الطبيب؟ لا. 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 اللام. لا. اللام لحقنه. وحياة الله يا مس، وحياة الله كنت بدي أقول لا بس فكرت غلط. طب ليه؟ والله كنت بدي أقول بس فكرت غلط. لا أحمد قول، وإذا كنت غلط نحن منصحح. أوكي. بس كنت بدي أقول لا. طيب ما علامة جره؟ الجر. ها. ما علامة جره؟ كسرة، ضمة، فتحة؟ فتحة. أين فتحة؟ كسرة. 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 دائما تكون علامة الجر هي الكسرة دائما. طيب أحمد، لتخفيف الورم، تخفيفي، ما هو الحرف الذي جر كلمة تخفيف؟ للتخفيف. نعم. لا. نعم أحسنت. وما علامة إعرابه؟ إعراب. نعم. يعني ما علامة جره؟ في كسرتين. الكسرة أحسنت يا أحمد. مس أحمد. ايه هلا فهمت. سهلين. طيب الان سأختار. امس نسيت اقولك. نعم. لما يصير عنا عطلة بس سبت واحد، انت ومس هبة ومس حسناء ومستر مصطفى وهولي بدي اعملكن ريبن. هيدي مثلا لما تربح السبق مش بيعطوكي ورقة، رح اعملكن اياها أعملها. نعم. أحلى معلمات. نعم حسنا. بس أنت شو رح نعمل؟
لين برجر. لين بعمله من كريبون او كرتون. لين نفسي كمان رفع ايدي. يلا لين كيس فلفل على الجرح. مساء. ما هو الحرف الذي جر كلمة الجرح؟ مس سؤال سؤال قبل ما تبلشوا انتوا لين، يعني كلمة لاقي مثلا للحقنها او لا يعني هول الاحرف بالله الحرف اللي بتجرهم الله؟ نعم يوجد حرف اللام والكاف من الى على. اوكي هذه احرف الجر. كل ما اشوف هيك حرف وحدا سالني وين بجرهم بقول لهم لا. ما هو الحرف الذي جره؟ نعم نقول حسب الحرف الموجود. بس لا لا مش ضروري تعيط. اوكي لا. نعم طيب يلا لين. لين برو كيف ثلج على الجرح. الجرح ما هو الحرف الذي جر كلمة الجرح؟ ما هو الحرف الذي جر كلمة الجرح؟ لين نجرب الجرح. لين نعم على الجرح. ما هو الحرف الذي جر كلمة الجرح؟ مس دم. ما هو الحرف الحرف على على على. أحسنت يا راني على هو الحرف الذي جر كلمة الجرح. طيب ما علامة جره يا لين؟ ماذا؟ ما علامة جره؟ بس في أولى كتير سهل. مم ما علامة جره؟ عليه بس لا لا. ما علامة جره؟ الكسرة الكسرة. لين ما في تركيز أبدا. لين كسرة الكسرة على الجرح. أنا قلتها يا مس دائما أنا عندما أقول لكم ما علامة جره فقط دائما الكسرة. دائما علامة الجر تكون دائما الكسرة. حسنان أجل. طيب أنا أستطيع تسمية الأحرف التي ذكرناها أحرف جر؟ نعم 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 هي أحرف جر. أحسنتم. إذا طيب ما الجر وما المجرور؟ بس شو مس؟ لحظة سأختار لين خراط. أين لين؟ لتقرأ القاعدة. لين يلا لين قاعدة. بس لين أكمل. شو هو الحرف المجرور؟ شو أحمد ولا راني موت إلا نحن أحمد نسيت يكون. يلا لين أكمل الاستنتاج. نعم بس أنا لين. لين خراط. الجار هو حرف. حرف أحسنتي حرف. أكمل القراءة. حرف جار. نعم